رحمة ربنا، ازاي نترجى رحمة ربنا وليه قال له رحمتك افضل من الحياة؟ يمكن حياة وقفت الانسان نفسه بيلاقي ان مفيش حاجة اغلى منها يعني، فقال له رحمتك افضل من الحياة، كان عايز يقول له ايه في الجزئية دي؟ وقفت قدام الكلمة فعلا يعني أدور قوي فيها. أنت إيه اللي شفته في رحمة ربنا داود لدرجة إنك تقول له يوم وأنا متحوط برحمتك، ولا 10 أيام ولا مليون سنة حتى وأنا من غير رحمتك؟ عايز أعيش يوم وأنا رحمتك تكون محوطاني كده ولا لأ؟ فابتديت أعمل سيرش. هي الرحمة دي وإن كنا كلنا عارفين إنها صفة من صفات الله، لأنه حتى نحمي قال له أنت إله رحيم، وبعدين قال له ورؤوف، وبعدين رجع قال له وكثير الرحمة، كأنه مش عايز يعديها، لا أنت مش رحيم بس، ده أنت كثير الرحمة. فقلت إيه اللي في الرحمة يا داود النبي؟ يعني حطني معاك في الصورة، إيه اللي أنت شايف لدرجة إن أنت تقول لإما الرحمة لإما مش عايز أعيش بيها ومش عايز أعيش من غيرها؟ فابتديت أدور شوية في الآيات كده، لقيت الآية اللي بتقول إنه الرحمة لا تزول وهي جديدة كل صباح. يعني كأني داود بيقول له رحمتك دي مش معتمدة على أنا بعمل إيه وما بعملش إيه، بقدر أعمل إيه وما أعملش إيه، أنا ضعيف ولا أنا قوي، أنا حلو ولا أنا وحش، لا هي رحمة ثابتة لا تزول. وكان دايما داود عنده إحساس إن كل حاجة يحاول يتسند عليها تقع، زي ما شفنا شعبه كده. فلقى في الرحمة إنها لا تزول، بس من ناحية تانية إنها متجددة كل صباح. الرحمة كل يوم، أنا كل يوم في حياتي العملية عندي اختبارات جديدة، عندي تحديات جديدة، عندي ضعفات جديدة، ممكن ألاقي نفسي خطأت مرة في حاجة ما كنتش بتعود أخطأ، فربنا يقول لي بس أنا مراحمي جديدة في كل صباح. وأنا أطلب من ربنا كده، أقول له رب أنا نفسي أدوق الرحمة دي، الطعم ده إني أشوفه في حياتي، يعني إيه مراحمك الجديدة؟ نفسي أدوقها وباختبارات حقيقية في حياتي. كمان دورت على المراحم، قلت له طب ايه تاني يا داود اللي عجبك في كلمة مراحم قوي؟ لقيت الآية اللي بيقول لي ايه، بس ممكن وانا في حياتي اقع، فالآية تقول ايه، يعود يرحمنا يدوس أسمنا، يعني حتى لو انت غلطتي يعود يرحمنا. شوية ابص في الكتاب المقدس على الرحمة، يقول لي الرحمة مش ليكي ومش لغيرك، لا للكل، رحمة للكل، إلهنا صالح، يقول لك صالح للكل ومراحمه على جميع أعماله. يوم ما بشرق الشمس مش بقول انت ما تستحقيش كأمل، لكن هبة وإسحاق يستحقوا فهشرق عليهم الشمس، على الأبرار والأشرار، على الكل، الأبرار والأشرار. بصيت في آية تانية عن المراحم، ودي بقى اللي وقفتني قوي قدام داود، قلت له ليك حق بقى، نفسهم بالعشرة إن أنا عايز أعمل زيك بجد. يعني يقول كده إيه، إن نكبات الشرير كثيرة، كثيرة هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. فهمت ان داود وهو قاعد في وسط بريه من القحط كده وصحراء، بص هي ايه الحاجه اللي تحوطني بحيث ان اي شر حواليا ما يكونش بيوصل لي؟ رحمه ربنا، الرحمه اللي تحيط بيا. فوقفت قلت له ليك حق قوي يا داود النبي، تقول له لا الرحمه لا معيش، لا اعيش في رحمتك وادوقها واتمتع بيها، لان الحياه ملهاش طعم. ومن غير رحمه ربنا كان هيفضل يقول انا تايه، انا ضايع، انا مضطهد، انا مطرود، انا متخان، هيقول كل الحاجات اللي عانى منها. لكن لما يقول أنا متحوط برحمة ربنا، ده اللي هون عليه كل الكلام، كان عارف إن هيبقى له مخرج في وقت من الأوقات من اللي هو فيه. المخرج جاي كمان من إنه رفع عينه، يعني في فرق بين إن أنا أبقى عامل سكوب قوي على مشاكلنا، أنا كل حد فينا عنده مشاكل، كل حد عنده تحديات، كل حد عنده ضعف، في فرق بين حتى وأنا بهدفي إني أتغير أفضل أعمل سكوب قوي ومركز قوي، أنا ضعيف، أنا خاطي، أنا مشاكلي مش هتتحل، حتى وأنا داخل لربنا بكلمه على مشاكلي. لا، داود عمل حاجة حلوة قوي، داود قال له دايما كان يقولها سيدنا البابا شنودة في الله ينيح روحه، يقول لنا في ذاته ان داود النبي كان يشيل عينه من على مشاكله، خلاص انا حاطط عيني عليك، انا مش هركز على ايه اللي موجود، انا هركز عليك وانت مسؤول عني، الله مسؤول عني، مسؤول على انه يشوف ايه يحوط علي، يحميني، يغيرني. من ضمن الايات الحلوه قوي اللي في المراحم اللي مش قادره يعني ما اقولهاش، يقول لك لو احزن، يعني اوقات يبص عليا ربنا فيقول لي انت بنتي أو أنت ابني محتاج تتغير، فهسمح لك بشوية تجارب تبقى أو تجربة أو حاجة تبقى تقيلة عليا شوية، فيقول لك لو أحزن، يعني سبب لي في حاجة متعبة ليا، يقول لك لو أحزن يرحم حسب كثرة رحمته، يعني حتى وهو بيسمح لي بحاجة رحمته
يقول كفايه كده، هي الحته دي كان على قدها بالظبط، مش اكتر مما تتحمل بسنتي.